كل شيء يتحرك. هنا صوت الآلات لا يتوقف إلا ليلا. كل شخص في منصبه تركيز وإتقان، والنتيجة الحصول على أجود أنواع الجلود. قصتها بدأت من هذه الفروات الخاصة بالأبقار. المادة الأولية هذه الجلود الأبقار هذو يجوا من المذابح الجزائرية. من المذابح الجزائرية في ناس تشتغل في هذه المذابح يبيعوا الجلود، ناس واحد أخرين هما لي يفون لو غاماساج دي بو. مثلا نقولوا في المذبح الاول تكون 80 دينار 70 80 دينار، تلحق عند لو كوليكتور ب 90 دينار ويبيعها لي 95 حتى 100 دينار للكيلو. حرص شديد على مراحل الانتاج، عيون تبحث عن اجزاء غير صالحه لتفصل عن الجزء الذي سيوجه الى السوق الاستهلاكيه. فهذه المدبغه التابعه لاحد الخواص تنتج اكثر من 1.2 مليون قدم مربع من مختلف انواع الجلود. وهنا نطرح السؤال حول وجهتها. لاطاني المنتجة راهي تصدر للخارج 70% تاع البضاعة تاعها تصدرها للخارج. يعني احنا من 1996 منين بدات هذه الشركة وهي تصدر. دونك اون افي رونتري بور لو بيي اون سوم تري امبورطونت دو لا ديفيز للبلاد تاعنا. انا شارجي جلد منه وانا نطلعو التلمسان نخدمو به الصباط لي شونسير تما، وهذا اكزومبل تاع مارشي اجيريا. وعلى بالي بلي طانري متيجة تيكسبورتي مام طون الخارج طاليان لي مارشي اكزومبل طاليان ولا جلود. اختلفت اشكالها وانواعها، وجهتها اكبر الماركات العالمية باوروبا. الهدف الترويج لجلود ذات نوعية رفيعة لجلب العملة الصعبة بعد تصدير كمية فقط 1200 طن من جلود البقر. En Algérie, il y a beaucoup d'importateurs de chaussures. Ils ramènent 10-15 conteneurs, 40 conteneurs, jusqu'à 100 conteneurs. Vous imaginez, 100 conteneurs. Où est-ce que nous pouvons faire une scène? Ou un fabricant, il peut faire une scène. Mais comment est-ce qu'il un fabricant? Il ramène sur un fabricant, il fait 10-15 cartons, 20 cartons de chaussures. Donc on ne peut pas travailler, on ne peut pas concurrencer à ces gens. Donc on a l'idée, tant que nous avons la chaussure en Chine, on importe la chaussure, ma mentalité avec des gens qui respectent le cuir. On travaille avec les professionnels du cuir. هذه الجلود ما هي إلا عينة صغيرة من أنواع أخرى تنتظر تطوير صناعتها وإيجاد تصاميم عصرية لها تلبي احتياجات السوق المحلية وتواكب متطلبات السوق العالمية.